استمرارا لحالات الغضب والغليان في الشارع الفلسطيني الرافض لما يسمى بصفقة القرن، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مسيرة جماهيرية حاشدة وسط مدينة غزة بالتزامن مع مسيرة أخرى بالضفة الغربية ومخيمات اللجوء للتأكيد على وحدة الدم والمصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الفلسطيني في كل بقاع العالم، النساء، الرجال، الشيوخ، الأطفال، في الشتات، في كل العالم رافضين للاحتلال ورافضين لصفقة القرن لما فيها من تعدي على حقوق الفلسطينية. يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تعنته المخالف للإرادة الدولية، وأعلن أنه في إطار إعداد الخريطة الجديدة لتنفيذه على الأرض، وهو ما ينذر باندلاع شرارة المواجهة ضد المخططات الإسرائيلية. كل هذه الخرائط التي يرسمها نتنياهو وغير نتنياهو هي زائلة إلى مزابل التاريخ، ولن نعترف بها. وحتى قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة هو عبارة عن قرار مرحلي لن يثنينا على النضال من أجل تحرير فلسطين كاملة. وفي ظل تنفيذ مخططات سياسية من جهتها، أعلنت حكومة الاحتلال رسميا استعدادها لشن حرب عسكرية واسعة على قطاع غزة، ما يظهر جليا نيتها تنفيذ خطط أخرى من الخطة الأمريكية أبرزها نزع سلاح المقاومة. العدوان متكرر عبر خلال الأيام الماضية على قطاع غزة، القصف الليلي للعديد من المواقع، وهذه التهديدات هي يبدو أنها بداية لشن عدوان جديد على قطاع غزة. فما دام الصوت الفلسطيني يصدح على الأرض فلن تضيع الأرض، وسيتمكن الشعب الفلسطيني من إسقاط كل المراهنات لتصفية قضيته العادلة التي أقيمت على أسس شرعية دولية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة.